تمر في البلاد العربية أمور كثيرة، نتمنى أن لا تشغلوا نفسكم بهذه الأمور والالتفات إلى العلم والمعرفة والمثابرة والاجتهاد للوصول إلى مراكز عالية من العلم، حيث أن الأمم تبنى على العلم والمعرفة والاختراع، وكل هذه الأمور لا تأتي إلا من نفس تواقة للعلم ورجوع إن شاء الله سالمين وغانمين بالعلم والمعرفة. إن أعظم موعظة يتعلم منها الإنسان هي تلك التي يراها. هذه العبارة تجعلنا نفهم ونعي جيداً بأن ما تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم من تطور وحضارة ليس إلا نتيجة إصرار وعزيمة لا تعرف المستحيل لبلوغ أعلى درجات المجد في سباق لا مكان فيه إلا للمجتهدين والمثابرين في بناء دولتهم بشغف ثابت وأسلوب راقي. المرحلة الإعدادية والثانوية درست في دبي، أكيد يعني في مدارس خاصة، مدرسة دبي الدولية ومدرسة الخليج الوطنية. وفي ذاك الوقت يعني أتكلم عن بيئة التعليم ونظام الدراسة، يعني ما أقدر أقول لك أني أنا كنت من، أعتقد تقدر تقول من الأوائل يعني. وفي ذاك المشكلة يعني في ذاك العمر الإنسان ما يكون لتصور شو الشيء اللي يحبه أو ما يحبه، يعني غالبا يكون مشوش، ممكن اليوم يحب بشكل عام يعني مع استثناءات يحب هذا التخصص أو ذاك، لكن زرع فيا من الصغر أني أنا يعني طبيب ولو أني ما كنت مستوعب الفكرة. العائلة ساندتني يعني هاي المرحلة، لا شك أن تسبقها مرحلة الطفولة، فمن الصغر يعني غرسوا فينا الأخلاق، المبادئ العربية الإسلامية بشكل عام، شو الصح وشو الغلط، وهذا لا شك أنه حملناه معانا يعني. ففي هاي المرحلة المراهقة وما بعدها الإنسان مهما يتعثر إذا كانت التربية الصحيحة يرجع، فبهاي الطريقة يعني كان دورهم الرئيسي في التربية، ولا شك الدعم المعنوي وقفوا معانا في سواء في الفرح، في الحزن، في الفشل، في النجاح، هالأشياء كلها تخلي الواحد يمشي، كل دور العائلة يكون محوري فيها. التفوق الدراسي كان لهم دور التشجيع، أهم شيء المساندة المعنوية، ولا شك الأفكار اللي غرسوها في إن الدراسة مهمة وضمان للمستقبل، الشهادة هي المال الذي لا ينفى تقريبا، أهم من المال نفسه. فهاي الأشياء، هاي الأفكار والقيم اللي أخذناها من العائلة ومن الأم من الوالدين هي اللي ساعدتني في إني أنجح وأتفوق في الدراسة. الطب مهنة عظيمة وإنسانية، لكنها تحتاج إلى جهد مضاعف، ولا يستطيع أي شخص أن يمتهنها وينجح فيها إلا إذا كان يحب هذه المهنة ويتمتع بمهارات خاصة. التخصصات اللي أحلم أني أدرسها بشكل عام ما كان
في شيء يعني أنا فكرت فيه واقتنعت فيه في ذاك في تلك المرحلة، بس كانت ميولي بشكل عام أقرب للأدب، يعني الفلسفة، التاريخ، الشعر، كل ما يتعلق بالأدب سواء بالعربية أو بغير العربية. الطب بشكل عام يعني الكثير يظنون أنه مادة علمية بحتة، بس أنا أعتبره يعني مش بعيد من الأدب، لأن الطب بشكل عام هي مادة للحفظ والفهم والتحليل أكثر من مثلا، ما فيها أرقام، ما فيها رياضيات، ما فيها مسائل، وهذا كان شيء يلائم تفكيري ويلائم قدراتي أكثر، ولذلك ما حسيت أنه مجال مختلف تماماً عن الشيء اللي أنا أحبه، ومع الوقت حبيت الطب. لقد عملت مع الدكتور عمر منذ قدومه تقريباً، تقاسمنا الكثير من المهام معاً، إنه طبيب مميز. أتذكر جيداً بدايته في العمل معنا، لقد كانت اللغة الألمانية ليست بالأمر السهل عليه، لكنه تخطى كل العقبات وأصبح واحداً من فريق قسم الأشعة. أنا سعيد جداً لوجوده بيننا. البعثة لألمانيا كنت في ذاك الوقت في سنة الامتياز في مدينة دبي، خلصت منها وبعدين انتقلت إلى العين مستشفى توام وبدأت عندهم تخصص الأشعة، وقعدت أفكر إن وين ممكن أروح، يعني الواحد يشوف الفرص وين تكون، شو الأفضل، هل إني أكمل الدراسة في مستشفى توام أو أروح يعني لدولة مختلفة فيها ربما التعليم أفضل والفرص أكبر. ففكرت وعلى هالأساس تم اختيار ميونخ، يعني بعد ما فكرت لأسباب مختلفة. ألمانيا هي يعني بشكل عام بالنسبة للطب في الدرجة الأولى أمريكا وكندا، بعدها تأتي أوروبا، وألمانيا جزء من أوروبا خاصة أوروبا الغربية نتكلم عنها. فكان بما أن زوجتي أيضا طبيبة، كان الحصول على بعثة وقبول في نفس المكان أسهل في أوروبا من أمريكا أو كندا، ولذلك تم التوجه لألمانيا. وكان عندي أصدقاء هني وناس أعرفهم، صاحبي أقرب أصحابي أيضا موجود في ألمانيا، وكل هاي الأشياء مجتمعة دفعتني لاختيار ألمانيا. أول شيء قلة الإماراتيين في هذا المجال، الأطباء يعني يتوجهون لتخصصات أخرى غالباً. الشيء الثاني، هذا مجال متجدد متطور باستمرار، يومياً تطلع فيه تقنية جديدة. والشيء الثالث أن الأشعة مو مثل ما الناس تظن، أن الواحد مجرد أنه يشوف صور، هي يعني المجال بدأ يتوسع، الجراحة بدأت تكون يعني في مجالات كثيرة بالأشعة، ممكن مثلاً الجلطات والشغلات الأخرى تتعالج كلها بالأشعة، يعني يسمونها جراحات دقيقة من غير تدخل كبير. فلهلا أسباب مجتمعة يعني اخترت الأشعة. سهولة وتبسيط الإجراءات التي تتميز بها دولة الإمارات عن باقي دول العالم جعل منها وجهة يقصدها السياح من جميع أنحاء العالم. إجراءات الالتحاق في الحقيقة من بلدي ما كانت صعبة، الموضوع معقد في ألمانيا، يعني إجراءات كثيرة ومتعبة. تقديم على أول شيء تقديم على موضوع اللغة، التأشيرة المختصة بموضوع اللغة يعني محددة لسنة تقريبا، بدأت مع اللغة، وبعد اللغة طبعا التأشيرة المختلفة أو مزاولة المهنة ورخصة العمل، هاي أيضا قضية أخرى وأخذت يعني وقت وجهد كبير. دعم هو
لا شقين. الشق الأول لا شك أنه قضية الابتعاث، أن الواحد يكون عنده فرصة أنه يبتعث للخارج والدولة تتحمل هذه التكاليف، على شك أنه دائم كبير يعني في حد ذاته. الشيء الثاني اهتمام السفارة، يعني سفارة الإمارات في ألمانيا تخفف عنه أيضا من الإحساس بالغربة، يعني يكون في دعم مستمر، تحس أنه دائما في حد معك، أي مشكلة تواجهك تحس كأن بلدك معك من خلال السفارة هاي، فعلى شك أنه يعني دعم كبير أيضا. التسهيلات غالبا يعني يكون بهاي الطريقة، إن نتصل فيهم عندنا هاي القضية هاي المشكلة، فهم يحلون المشاكل يحلون القضايا كلها إذا في أي شيء نواجهه. طبعا إذا في مثلا أعياد أو مناسبات، أحيانا تكون في احتفالات في السفارة في برلين، يبعثون دعوات أيضا، يعني تكون في نوع من مشاركة العادات والتقاليد الإماراتية في ألمانيا نفسها في السفارة. يتميز الدكتور عمر بأنه شخص مرتب جدا في عمله، يتمتع بحرفية عالية. لقد لفت انتباه جميع الأطباء، جميعهم يحبون العمل معه. هو لديه شخصية خاصة يميزها الهدوء وحسن التصرف. مهما كان العمل كثيرا نجده بكامل نشاطه وتركيزه. إنه حقا مميز. تتميز دولة ألمانيا بأسلوب حياتها المتفرد، ولذلك من يتوجهون إليها سواء بغرض السياحة أو الدراسة يواجهون عدة تحديات في أيامهم الأولى، ويجب عليهم أن يتغلبوا عليها. تحديات، أهم التحديات، أول شيء الثقافة الجديدة، اللغة مختلفة تماماً. يعني كان أهم شيء بس أني أتعرف على النظام العام، على الناس، طريقة الحياة، اللغة، وهي أخذت مني وقت وجهد بلا شك، وهي من أهم المفاتيح يعني للعيش في ألمانيا، اللغة وفهم الآخر. فهذه هي أهم المشاكل. والشيء الثاني لا شك الغربة، يعني الغربة روحها يعني عائق كبير، مع الوقت تزول لكن ما تروح، يعني تخف أو ما تزول. بشكل عام تأقلمت يعني، وتعلمت أشياء كثيرة يعني من ألمانيا، منها ربما الاعتماد على النفس أكثر، لأن الحياة هني فردية أكثر ما هي عائلية، الشخص يقوم بكل شيء من الألف للياء، ما في حد يساعد حد يعني. والله الغربة في البداية صعبة، لكن مع الوقت صحيح الواحد يحس بالغربة ويحس بالشوق وهذا، بس يتعود مع الوقت. ولا شك إني يعني أحاول قد ما أقدر إني أزورهم، وأحياناً هم يزوروني مثلاً في الصيف لما يعتدل الأجواء، فبهالطريقة نخفف من الشعور بالغربة يعني، ونكسر مثل ما تقول حاجز الغربة بالسفر، أي من أني أرجع لدبي بين فترة والثانية أو العكس صحيح. المستشفى هنا من أقوى مستشفيات ألمانيا في تخصص الأشعة، وذلك لأننا نواكب ذلك التطور السريع لأحدث الأجهزة في التصوير الإشعاعي بمختلف التخصصات. هذه المواكبة تجعلنا دائماً نتفرد بطرقنا وأساليبنا في التشخيص للوصول لأدق المعلومات عن المريض، وبالتالي نسهل مهمة الأطباء في الوصول للعلاج. نحن نعي جيداً بأننا إن لم نكن بتلك الحرفية لن نستطيع مجاراة دول العالم المتقدمة في المجال الطبي. نحن أيضاً لدينا طلاب من عدة دول مختلفة، نسعى جاهدين لأن نقدم لهم كل المعلومات التي يحتاجونها في هذا المجال. تمام.
تتيح ألمانيا للمقيمين على أراضيها خيارات متعددة لاستغلال أوقاتهم، فهي ليست دولة علمية وعملية فقط، وإنما تتمتع بطبيعة ساحرة. عادة معظم الوقت نقضي في العمل، يعني الواحد الساعة 8 يمكن يطلع من هنا يوصل البيت على الساعة 6 بعد المغرب، وبعدين ما يكون في وقت كثير. إذا يعني بدرس شوي ممكن أجلس مع أطفالي شوية، ألاعبهم مثلاً، أدرس أحياناً إذا في مجال ممكن أمارس بعض الرياضة في صالة في النادي الرياضي إذا كان في مجال. هذا هو يعني اللي أقضي يعني غالباً اليوم، يوم العمل بهكذا. أكيد المسؤولية تكون عليه أكبر، لأن بشكل أو بآخر راح يكون صورة عن بلده. صحيح أن الشخص هو ما يمثل شعب كامل، لكن لا إرادياً لما واحد مثلاً من ألمانيا يشوف شخص أو شخصين أو ثلاثة من بلد معين، راح يكونون صورة مصغرة عن هذا البلد، أو راح يأخذ انطباع عن أهل هذا البلد، فهو يعكس بشكل أو بآخر يعني بلده وشعبه وثقافته إلى حد ما. وزوجتي أيضاً تأقلمت بسرعة وتعلمت اللغة، مع أن هي مش في حاجة إلى اللغة يعني من ناحية الدراسة، لكن بدأت تتعلم وتأقلمنا بشكل عام يعني مرتاحين. يعني الشعب الألماني في ميونخ، أتكلم عن ميونخ، شعب محترم، ما يؤذي حد، ما يتعدى، ما حد يتعدى على الثاني، ما حد يزعج أو يؤذي الثاني، وهذا أكيد لعب دور في تأقلمنا. يعني يمكن لو في دولة ثانية ما تأقلمنا يعني. ما يميز قسم الأشعة هنا بأننا لا نقدم خدماتنا بشكل روتيني أو اعتيادي. نحن نسعى لتقديم خدمة طبية متميزة تليق بتاريخ ألمانيا العريق في الطب، لذلك نسعى جاهدين لبلوغ أعلى درجات الدقة والمهنية من خلال سلسلة من البحوث الدورية والدراسات المتخصصة في مجال الأشعة، لتساعدنا في الوصول إلى معلومات مفصلة ودقيقة تعطي التشخيص الصحيح للأمراض ومعالجتها بأسرع وأفضل الطرق التي وصلنا إليها. تختلف طموحاتنا وأحلامنا في جميع مراحل حياتنا، منها ما تتغير أو تتعدل، إلا حلماً واحداً يبقى كما هو، ذلك المتعلق بخدمة الوطن، فهو ثابت وصامد حتى يتحقق. حلمي يمكن شوي كبير، الحلم أن نصل نحن لمرحلة ما نحتاج إلى الابتعاث، تكون يعني دولنا هي قادرة بنفسها على أن تؤسس برنامج تعليمي من المبتعثين من الخارج، ونحن يعني نحن والأجيال الجاية والأجيال السابقة نؤسس هذا النظام التعليمي، وما يحتاج الواحد أن يبتعث ويسافر للخارج. يعني الفائدة اللي راح أقدمها أكيد أني راح أخذ العلم معي اللي تعلمته هني، التجربة والخبرة، وأخذها لبلدي وأفيد فيها أنا أهلي وبلدي والناس بشكل عام في المجتمع هناك. يتوافد إلينا العديد من الطلاب المبتعثين من أنحاء العالم، وخصوصا من المنطقة العربية، الذين اختارونا لكي نقدم لهم المعلومات التي تزيد من خبرتهم، لكي يعودوا إلى بلدانهم بعد تجربة مميزة تؤهلهم لرفع مستوى أقسام الأشعة بها. نحن بدورنا نقوم بتدريبهم على أفضل الأجهزة لكي يكونوا بالمستوى المطلوب. تشرفنا بوجود دكتور عمر عبد الرحمن طيلة الفترة الماضية، لقد تعلمنا منه الكثير، وكان سفيراً رائعاً لدولة الإمارات التي سمعنا عنها كثيراً، وأرجو زيارتها في القريب العاجل. والله انتمائي للإمارات أحافظ عليه، يعني هو الانتماء خلاص أنا غرس فيه من الصغر، وحين جاء دورني أنا أغرس هذا الانتماء في أطفالي، فلا شك أني أعلمهم، يعني لأنهم عايشين في الغربة الحين وصغار، عن بلدهم، علمهم، لأن العلم هو رمز للبلد، إنهم من الإمارات، أفهم لأنهم عايشين في الغربة يعني، فأغرس فيهم هذا الانتماء بالتعريف والتعليم، وظهر المحبة والولاء للبلد.
لقد أولت دولة الإمارات العربية المتحدة جل اهتمامها لطلابها، وقدمت لهم كل الدعم، وحرصت بكل ما تملك لأن توفر لهم أفضل المناهج والممارسات في مختلف التخصصات من جميع أنحاء العالم، ليتميز الطالب الإماراتي عن أي طالب وفي أي مجال. الشيوخ والمسؤولين عن هذا الموضوع، السفراء والعاملين في السفارة، أشكرهم جميعاً يعني على هذا الدور الكبير اللي يقومون فيه وكل هذا الدعم. النجاح هو الانخراط في العملية الممتعة لإيجاد حياة تعكس أسمى صفات الإنسان وأقوى معتقداته وأسمى قيمه وأعظم أحلامه. افتخر بنجاحك وكن رسالة خير لبلدك، فأنت أحد أبناء زايد.